اهلا بيكم. عايز اقول لكم النهارده بعد الفاصل انا واحمد سالم فاتحين موضوع مهم جدا عن ماسبيرو، ما له وما عليه، نقفله ونجيب ظرفه ولا نعمل له اعاده هيكله؟ وينفع ليه اعاده هيكله؟ ده حوار يا احمد، انا عارف انت ليك اراء حاده فيه. مساء الفل، مساء العسل. كرافطات، انت بتفضحني على اي كرافطة يا جماعه؟ محمد علي خير يقدم موضة 2017 2018 بعد اخر يعني 2018. بص وانا لابس لك واحده كحل، احد السايحه في محلات التوحيد والنور. لا لا بقول لك يعني التوحيد والنور يا جماعه. لا والله بيجيب احلى مكان، لكن انا ما بروحش عاصمه النور. مركز فين والله؟ يا ريت. يلا بينا. طب يلا نروح، يلا بينا. طيب عايز اقول لكم غير الفقره المهمه دي، النهارده 12 فيديو كان مسار حديث الناس على السوشيال ميديا. انتوا عارفين ان الفنانه شيرين قيل انها طلعت راي كده متجاوز في حق عمرو دياب، لم تذكره اسما ولكن قالت ايه الراجل ده راحت عليه. عمرو دياب ما ينفعش يرد على شيرين، ده ضل هضبه او الميجا ستار بيسموه كده، الهضبة حاجه كده يعني. فالراجل ده راح ردد رد تاني، مش انت بتقولي عليا انا عجزت راحت عليا؟ راح ردد فين؟ مش في الملعب، مش في الحفله، قرر يرد في الجيم. ويا شباب نزلوا لنا الجيم ده بقى على الهوا دلوقتي، عمرو دياب اهو في الجيم يا احمد يا سالم. الراجل ده ماسك حاجه بينفضها، ده بيثبت لك ان هو لياقه كبيره جدا. السؤال اللي انا عايز اساله يا احمد، وفعلا انا لما شفت الفيديو كنت بتساءل، هو انا كمطرب لما حد يستفزني في موهبتي او في اي حاجه، مش انا لازم ارد في حفله او كده؟ ينفع ارد في جيم؟ هو انا رايح اتفرج على عضلات عمرو دياب ولا بدور على صوت عمرو دياب؟ رايك يعني؟ رايي انت بتتكلم في مؤسسه نجاح، عمرو دياب ده يدرس في النجاح. معاك. في مشكله لو تلاحظ، في ناس صوتها لوحده مش كفايه، يعني النهارده لو بتتكلم في الصوت علي الحجار صوته غير طبيعي. نعم. محمد الحلو. نعم. الناس دي كلها، ولكن عمرو دياب يفوق الناس دي في اداره نجاحه. 30 سنه وهو سايق كل الدنيا وراه، نجم وعلى القمه، سايق بص ماشي. وسايب وراه 20 مكان فاضي وبعد كده جايين الباقي. صح. هتقول لي عضلات، موضه لبس، موضه شعر، لطريقه ما اعرفش ايه، هو بيدير موهبته بمنتهى الذكاء، ما بيظهرش خالص. ودي طب الرد ده عجبك؟ شايفه ذكي؟ انت مش بتقولي عليا كبرت؟ بص البايسبس، بص الترايسبس، يعني حركات ورينا انت هتعمل ايه في الجيم اذا كنت بتروحي يا شيرين. لا بس يعني عايز اقول لك شيرين كمان في النص الثاني من الثلاثينات، يعني مش بنت صغنونه والكلام ده وبتاع. لا عيب يا شيرين لما تقولي كلام زي ده، ما انت على اعتاب الأربعين ايضا يعني. ولما هنقعد بقى نقول انت سنك وسني والكلام ده القصه مش هتمشي. بس عايز اقول لك لو احنا كنا في عصر عبد الحليم حافظ، عبد الحليم كان هيروح الجيم؟ لا ما انت تنساش برضه عبد الحليم، فاكر لما قال على صلاح نظمي اغلى ممثل في مصر؟ برضه عبد الحليم كان ساعات بيطلع منه حاجات. هي على فكره ممكن تبقى افيه، بس هي التجاوز خد وقت منها وطول. وبعدين اللي غيظني اكتر الناس اللي طالعه تقول لك عيب عليك ودي حفله خاصه ما كانش حد يصورها. لا يعني لا انت تحترم أنا أسيب الفعل لسانك وما تتكلمش يعني. انا دي منطق مش مقبول. بس عايز اقول كمان حاجه يا احمد، ان الفنان والمطرب مش بسنه. عبد الوهاب 89 سنه طبعا، وكان بيمتعنا. ام كلثوم 75 سنه، فريد على اعتاب ال70 ميت. يعني انا شايف ان في خلل برضه حاصل، ان انا لازم يا احنا عمرو دياب ربنا يعني يديله هو الصحه، ربنا يدينا صحته واصراره على الرياضه. الراجل ده عمره ما بيسهر، ملوش في عمرنا ما شفناه في حاجه غير اخلاقيه، سكران في حته ماشي لا خالص، هو ماشي حاطط خطه. انا اعتقد عمرو دياب ده حاطط الخطه دي من 85 وماشي عليها لغايه النهارده. نرفع له قبعه. طبعا نرفع له قبعه. انا بس بعلق يا عمرو، انا عايزك ترد رد تاني في الغنى، وانت لا تزال النجم رقم واحد متربع على القمه 30 سنه. انا واحمد متفقين على ده. عايز اخدكم لحدث تاني مهم النهارده اللي هو ايه؟ ما اقدرش اقول لك ان كل خطاب بيقوله رئيس الجمهوريه خطاب تاريخي، يعني كده يبقى احنا بنهزر مع بعض. بس رئيس الجمهوريه النهارده عبد الفتاح السيسي القى خطاب، هو قصير 30 دقيقه، بس قال فيه كام جمله يستحق ان احنا نتوقف امامهم بالتحليل. جاهزين يا شباب؟ خلونا ناخد اول لقطه قالها الرئيس السيسي. جاي انتوا مجمعين كله؟ طيب انزلوا بالدقيقه دي. بنتكلم على حجم المتفجرات اللي تم ضبطها، وده يعتبر نسبه ضئيله من الموجود. احنا بنتكلم على حتى الان على 1000 طن متفجرات، ثمن الطن 400,000 دولار. ثمن الطن 400,000 دولار.
يعني 400 مليون دولار لألف طن، قدام منهم لا يقل عن 10 أمثال أو 20 مثل تم تدميرهم أو تفجيرهم في سيناء. كان في اتصال امبارح من الرئيس الأمريكي ترامب، فبيقول لي الاقتصاد بتاعكم أخباره إيه؟ قلت له إحنا بقالنا 40 شهر بنقاتل لوحدنا بكل ما تعنيه الكلمة ديت. المصريين صامدين وقادرين، المصريين صامدين وقادرين. أنا بسجل الكلام ده دلوقتي لأن العالم كله عارف إحنا بنعمل إيه، لأن إحنا بنحافظ على أمة بدل ما تتحول لأطفال في الشوارع أو سلوكيات مش مظبوطة. ما نطلعش قانون يقول إن لا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان ندي فرصة للناس إنها تراجع نفسها، ما يبقاش بكلمة بيقولها كده. ولا يا فضيلة الإمام تعبتني يا فضيلة الإمام، من فضلكم أنا بخاطب، مش بس بخاطب كل الناس، حتى المسؤولين اللي موجودين واللي بيشتغلوا في مصالح مختلفة، من فضلكم حافظوا واحموا واحترموا مصالح المصريين. المرة الأولى رئيس الجمهورية أعلى سلطة في البلاد بيكشف لك مجرد رقم، بيقول لك إن إجمالي ما تم العثور عليه من متفجرات 1000 طن، التقدير بتاعها 400 مليون دولار، أنت بتتكلم في حدود 8 مليار جنيه، ده إجمالي ما أمكن العثور عليه. خلي بالك ده مش معناه إن ما فيش متفجرات تانية دخلت بس لسه ما عثرناش عليه، وجزء من المتفجرات حصل في سيناء. هو ليه النهارده بعد 3 سنين الرئيس بيقول الكلام ده؟ هل هو حاسس ان الشعب يعني حاسس ان الدنيا امان ومفيش مشكله فلسه عايز يحفزك ويقول لك لا ده في حاله تحفز وان لسه انت بتتحارب بالارهاب؟ تعليقك يعني. لا بص، هو اتكلم سيادة الرئيس اتكلم في حكايه الارهاب كتير، وهو الارقام دي غير خفيه على حد يعني اللي يقدر يقول. يعني انا بتغاظ قوي الناس تقول لك ايه احنا مش فوضناه بقى ما يخلصنا من الارهاب في سيناء. لا، الموضوع مش زرار. امريكا لغايه النهارده داخله في 20 سنه مش عارفه تخلص افغانستان، لسه بيحصل عمليات ضد جنود امريكان في افغانستان. الموضوع صعب جدا جدا، ولما تقعد مع حد من ضباط الجيش اللي هناك او الشرطه الموضوع شائك. انت يعني عارف مش متخيل يعني ايه حرب شوارع. فالوضع طبعا صعب وكل الاحترام، بس لو هنقف عند النقطه دي قبل ما نخش في الطلاق، انا عندي اقتراح عايز اوجهه يعني للمسؤولين سواء مجلس البرلمان او سياده الرئيس. ليه ما نعملش حاجة اسمها كارنيه ابن الشهيد؟ بمعنى ابن الشهيد ده او ابن المصاب لازم يفضل طول عمره رافع راسه في السماء زي امريكا النهارده محاربين فيتنام، رغم ان حرب فيتنام كانت حرب هجومية وانتهت ومع ذلك بيضرب لهم تعظيم سلام. ده دور مجتمعي ورسمي. انا عايز ابن الشهيد ده اولا يفضل في مدرسته من غير مصاريف. يعني انا لو مدرسة خاصة بكسب ملايين اتشرف ان يبقى عندي 3-4 في المدرسة من 2000 طالب ابوهم كان شهيد، اعافيهم تماما من مصاريف، حقهم عليا كمسؤوليه مجتمعيه قبل ما يبقى حقوق مع الدوله. تعليم، ايه تعليم تدي؟ النوادي الكبرى تتشرف بوجود ابناء الشهداء والمصابين، ما بقولش شهداء بس. يعني انا كنادي، ما لسه اقول لك اسمح لي اضيف عليه. لا. مفهوم الشهيد هنا ما يبقاش يعني انا كنادي الجزيره على رجال الجيش والشرطه اطلاقا، المواطن العادي ايضا. لا اختلف معاك، معلش. لا ثانيه اقول لك ليه. يعني دي برضه الناس بتهاجمني فيها وتقول لك يعني انت والمواطن. المواطن طبعا هو شهيد عند ربنا لو هو راجل مثلا شغال سباك ورايح شغله عند ربنا، ما التاني ما بتاع الجيش برضو عند ربنا. يا جايلك في الكلام. سباك او نجار او مهندس رايح شغله وعمل حادثه هو فعلا شهيد عمله، ولكن ده كان رايح شغله، التاني رايح يموت. لا، عمليه ارهابيه حصلت في الكمين الاخير اللي علقنا عليه. ده شهيد. مات 5 و7 مدنيين. الله ينور عليك. السبعه مدنيين برضو ولادهم بس على عيني وراسي. شهيد بس برضو البطل اللي كل يوم يودع اولاده ويروح سيناء اسبوعين، يا يموت يا يرجع يا ما يرجعش. لا ده لازم احسسه ان انت قمت بعمل لازم نفضل طول عمرنا نشوفك يعني ننحني احتراما لاولادك. النوادي، المواصلات العامه، يعني الجامعات اللي الكبيره في مصر لازم تدي منح تجبر على كده. لما يبقى انت سميه يا سيدي 1% خليها تجبر والنبي، لان هي ما بتعملش حاجه. لا سمي 1% اسمه مشاركه مجتمعيه، ايتام، ابناء شهداء، دي حاجه مش هتضرنا. طيب احنا هنفتح لكم المداخلات، بس خلينا نعلق على الجزء الثاني اللي قاله الرئيس النهارده. بيقول لك ترامب اتصل بيه وقال له اخبار الاقتصاد ايه؟ قال له بقى 40 شهر بكافح. انت شايف كده معناه ان امريكا هتبدا تفتح الكيس لمصر؟ يعني ما الراجل بيطمن وقال له تعالى لي يا سيسي زورني من الاخر عشان نقصر الكلام.
الدنيا هتبقى حلوه. بحب فيك انت حته ولاد البلد، تعالى خش عليا يا سيسي، فوت عليا يا سيسي. عايز اقول لك بقى، وقد اتصل لسياده الرئيس الامريكي بنظيره المصري، بقى هنعرف نقول عربي. انا بجيب لك بالاخر هيفك كيس ترامب المساعدات الامريكيه اعتقد. اصل بص، انت عارف يعني ايه بتحارب ارهاب من جيبك؟ يعني عارف يعني ايه انت النهارده قطع غيار طيران و يعني فاتوره الارهاب اللي انا بدفعها من الاقتصاد المصري ممكن امريكا تساعدني فيها؟ لا مش للدرجه دي، بس مثلا الاف 16 هيديك مثلا شويه قطع غيار ليه، هيمشي المنح والمساعدات العسكريه، لا هيبقى في تعاون. بس خلي بالك الرئيس الامريكي قال في الانتخابات انا مش هدفع لحد تمن مش شرط دافع، هو هو مانع عنك حاجات على الاقل يفتحها لك. انا عايز اكيد الجيش ليه قطع غيار المعدات العسكريه أتوقع اللي كان اوباما اتوقع ان ان كل دي ممكن ترجع، لان هو الراجل بيدعمك ضد جد يعني ماشي معاك في حته الارهاب. بص كل اللي فات ده في خطاب الرئيس كوم، والجمله النهارده اللي اتكلم فيها مش عن الطلاق، الجمله اللي قالها الشيخ لازر قوم تاني. بص هو الرئيس شاف من ضمن الاحصائيات اللي جايه له ارتفاع معدل الطلاق 40% في اول 5 سنين جواز. الطلاق في مصر بيسجل نسب مرتفعه، مصر من الدول الاعلى في العالم من معدلات الطلاق. جميل ورائع ان رئيس الجمهوريه يهتم بده، بس هو السيسي هو اللي يهتم بده يا احمد؟ لا شايف كامل احترامي، هي هو اللواء ابو بكر الجندي لما طلع الاحصائيه دي بعتها مثلا بالحبر السري لرئيس الجمهوريه ولا اعلنت؟ لا اعلنت وراحت لكل اجهزه الدوله، ما لفتتش نظر حد تاني برلمان النهارده. لا انا بقى اللي لفت نظري اكتر، تعبتني معاك يا فضيله الامام، ما لسه هقول لك ما تحرقهاش. بس كلمنا على 40% طلاق، ايه المؤسسات التانيه اللي كان المفروض تهتم؟ كارثه كتير، كله مصر كلها لازم تقف لعنوسه والطلاق، مشكلتين. هو احنا عايشين ليه؟ يعني طيب انت النهارده الحياه، انا العنوسه حليتها اول امبارح بالنسبه لي ان احمد يتجوز ثلاثه. ويعني يعني افتح باب الجواز، انت الكرافطه الموف دي، بس انا عايز اقول حاجه دي تؤكد اتجاهك اللي اعلنت عنه بقى. انا وانت اللي بنقدم البرنامج ما جبناش مذيع، بس انا عايز اقول حاجه، انا شاكك في خير يا جماعه، لو حد يعرف اي معلومه يا ريت يعمل مداخله ويقول لنا. الحمد لله المدام ما بتشوفليش دلوقتي على الهوا. انا بتكلم في ايه؟ لو انت بتتكلم في ارتفاع معدلات الطلاق، الكنيسة المصرية بتعمل حاجة كويسة قوي، المقبلين على الزواج بيروحوا ياخدوا كورس دورة كده اللي هو للتأهيل للزواج، ازاي تتعامل مع الطرف الاخر سواء زوج او زوجة، تتعامل معاه ازاي في كل حاجة بما فيها العلاقة الحميمة، بحيث ان انت وانت داخل على الجواز تبقى فاهم. هو احنا ليه يا احمد بعد اذنك ما نعملش ده ونشترطه لاي مسلم عايز يتجوز؟ بص اجدادنا قال لك الجواز بطيخه مقفوله، للاسف ممكن جواز بيبقى بادئ يعني انت بتتكلم في كنيسه بتجيبهم او عايز الجامع، لا ده في ناس بتحب بعض 10 سنين قبل الجواز ويتطلقوا بعد 6 شهور، بتحصل ولا بتحصلش؟ طيب هم دخلوا التليفونات بسرعه، بس لسه علق على اخر جمله قالها الرئيس السيسي، بيقول لشيخ الازهر تعبتني معاك يا فضيله الامام. يا فضيله الامام هناخد سعيد وانا واحمد نعلق على الجمله دي، اتفضل يا سعيد. والله حضرتك انتوا بتتكلموا على نسبه العنوسه والطلاق في مصر. انت عندك اعتراض؟ مش ده واقع؟ عندي لا، ما هو اعتراضي على ان انتوا لخصوا ووفروا للشباب اوضه النوم اللي دلوقتي. لا هم مش احنا، يعني هم يعني انتوا كلموا اللي هم واصلين في الدوله ان الشعب تعب. نعم. الشعب تعب من الغلاء اللي احنا فيه. كيلو البصل ب9 جنيه ده اسكندراني بلديات، رد عليه. ايوه احنا تعبنا، احنا تعبنا، مش اللي احنا فيه. واما تيجي تتقدم لواحد ابوها يطلب مطالب يعني ايه ده؟ طب بص هقول لحضرتك، طبعا انت عندك كل الحق في اللي بتقوله، بس في احصائيه النهارده لاحد يعني اللي في المجال قال ان الطلاق للظروف الاقتصاديه في مصر لا يتعدى ال 20%، وفي 80% اسباب ثانيه. يعني انت عندك حق طبعا، اكيد الاسعار خانقه الدنيا كلها، بس في 80% حضرتك على الزواج. حضرتك انزل المناطق العشوائيه، في عرسان ياما لسه متجوزه بتطلق وبتبيع عفشها بقاله شهر واثنين، بيبيع نص حاجه بيته. وفي ناس، انا واحد من الناس قاعد بقالي 3 شهور في البيت، انا راجل بتاع سيراميك، اما تن السمنت وصل 1200 جنيه، متر السيراميك اللي كنا بنجيبوه ب22 جنيه وصل 51 جنيه الليسكو. سعيد بيقول لنا من اسكندريه ان الظروف الاقتصاديه احد اسباب الطلاق. طبعا خلينا نرجع للجمله اللي قالها سياده الرئيس النهارده. طب ناخد استاذ هشام من السويس. طيب استاذ هشام، اهلا بيك.
سلام ورحمه الله. كل سنه وانتم طيبين. تحياتي لاسره البرنامج والاستاذ محمد ابو الخير، بنبارك له على الكرافته البنفسجي بتاعته الجديده. من التوحيد والنور يا قمر. يا بيه ما تصدقش. ونبارك للاستاذ احمد سالم على انا والعذاب وهناء. حبيبي اشتريت الكتاب ولا لسه؟ والله يا فندم انا في السويس في جبل عتاقه هنا، كانت زمان مريم منيب منعت سعاد حسني لما جت تتجوز وراحت جبل عتاقه، فاحنا بره الخريطه شويه. يا بيه ابعته لك جبل عتاقه ولا يهمك. يا ريت والله. والله سيب لي عنوانك في الكنترول وابعته لك هديه من عندي. هتواصل مع الكنترول وهديهم العنوان. ونشرف بيك يا فندم. الله يخليك. اشكرك. انا هعلق على حاجتين بالنسبه لخطاب السيد الرئيس وعلى الزواج. بالنسبه لخطاب السيد الرئيس استوقفتني كلمه مهمه هو قالها، سعر 1000 طن متفجرات 400,000 دولار. معنى كده ان احنا في ده مش جماعه يعني مجاهدين طالعين عملوا جمعيه وجابوا بهم متفجرات، لا ده في واضح ان في مخابرات اجنبيه دول. وفي دول يعني في احنا بنحارب بالانابه عن العالم. ده باختصار اللي عايز اوضحه. وطبعا فاتوره ان احنا بنكافح الارهاب فاتوره عاليه جدا. الحاجات اللي احنا بنصرفها على المكافحه طبعا ده بيأثر على الاقتصاد بتاعنا. دي جزئيه كنت انا استوقفتني في حديث سياده الرئيس. الجزئيه بالنسبه للطلاق، أو انا يعني 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 من الاخر، من اسباب 70-80% من الطلاق الفيسبوك والتويتر والحاجات الجديده اللي هي الاختراعات الجديده. ومش هطيل عليكم وبقول كل سنه وانتم طيبين. اشكرك طيب. شكرا. عايز اقول لك يا احمد، ماليزيا من كام سنه وجدت الطلاق عندها وصل ل 38%. راحت واخده قرار انها مش هتجوز اي حد الا لما يروح ياخد دوره زي الكنيسه اللي بتعمل عندنا، واللي ينجح في الدوره ده شرط اساسي عشان تديله ترخيص بالزواج. بيقول لك تراجع معدل الطلاق من 38% ل 4%. نتكلم بصراحه، كل شبابنا وشاباتنا بيدخلوا على مؤسسه الزواج كشراكه هم مش عارفين داخلين ليه او ليه هي متصوره انها هتقابل، معرفش بقى بلغه العصر، عمرو دياب ولا عمرو اديب بقرعته، ولا هو داخل هيتجوز لسه ولا هيفقه. لا خلينا يعني نتكلم بصراحه. مقاييس الجواز في الاسره المصريه عايزه اعاده نظر. يعني انا مثلا استغرب واحد يقول لك مثلا ايه، انا جاي لي عريس طيب وابن حلال، واحنا مش احنا ما نلاقيش شرير. جاي لي عريس مثلا عنده شقه كويسه وعربيه ووظيفه كويسه، هي مش دي خالص. ولا وابن ناس يعني ما الطبيعي انك تتجوزيه ابن ناس. لا وحتى مقياس ابن ناس ايه؟ ما ابن ناس دي يعني معاه فلوس. ما هو ابن ناس يعني هو مروق يعني. وده بقى غلط جدا جدا. لازم النهارده تسيب فرصه البنت دي هتلقط يعني من العربي في كيمياء بينها وبين ده ولا لا، ايه تعرفوا ايه يرتاحوا مع بعض دماغك دماغها. تاني حاجه يجي مثلا ايه الاهالي عايزه تلزق الموضوع، لما تقول له مثلا ايه ده عصبي يا ستي بعد الجواز كله مفيش نفسي نفهم مفيش حاجه بتتغير بعد الجواز. البخيل بيفضل بخيل، الكريم بيفضل كريم، العصبي بيفضل عصبي. سيبك بالجواز وتعالى ندخل على الجمله اللي قالها السيسي النهارده. قال لي شيخ الازهر تعبتني معاك يا فضيله الامام. اولا هقول رايي وانت تقول رايك. رايي بصراحه ان السيسي قال الجمله دي، ده تحليل الشخص، لانه قبل كده طلب من فضيله الامام الاكبر اكتر من مره ما يعرف بتجديد الخطاب الديني، والرئيس السيسي شايف ان مؤسسه الازهر ما بتقومش بالكلام ده. الحاجه الثانيه، لما رئيس الجمهوريه يقول الجمله دي واحنا في دوله فرعونيه الاساس هو فيها الرئيس، أنا مع الديمقراطية ومفروض الرئيس ده شخص ويقعد 4 سنين ويمشي والسيسي نقدر نعارضه وكلام، بس أنا بقول لك واقع يعني، كده هتبقى بقية مؤسسات الدولة هتتعامل مع فضيلة الإمام تعامل آخر، وهيبدأ الكلام على إن شيخ الأزهر على قائمة الناس اللي هيرحلوا. قانون الأزهر بيقول لا أحد يستطيع أن يقيل شيخ الأزهر، لا يجوز عزل الإمام، هو قاعد لحد ما يموت أو يستقيل، هل هيجبر على الاستقالة؟ الله أعلم. بس الجملة اللي قالها الرئيس النهاردة كنت أتمنى ألا يقولها. ليه؟ لأنها تبقى مسار تأويل يا أحمد. طب أسألك سؤال يعني قبل ما أجاوب، هل أنت راضي عن أداء مؤسسة الأزهر منذ تولي رئيس السيسي أو من أو في الخمس سنين اللي فاتوا؟ هل أنا اللي في أنت كمواطن؟ لا أن أنت كمواطن، لا أنت مواطن مصري، مؤسسة كبيرة، أنت مواطن مصري، هل أنت راضي عن دور الأزهر في حياتنا؟ بس الازهر مش متراجع النهارده. ريحني ريحني ماشي. الازهر متراجع من سنه 52 يا باشا. راضي
على الستين سنة لا لا، والخمس سنين اللي فاتوا بعد ثورة يناير الراضي. أصل أنا كده بتهم فضيلة الإمام مش الأكبر. اتهام يعني بتهمه بالتقصير، وأنا خلي بالك مفيش حد معصوم من الخطأ ما عدا الأنبياء. يعني أنا بقول لك هل أنت راضي عن أدائه؟ لا طبعا غير مرضي، مفيش كلام. يعني أنا ليه دايما بقول وزير الأوقاف بيحاول؟ وزير الأوقاف على الأقل في حتته ود أئمة وبيدربهم وبيلم مش عارف الناس الجماعات اللي هي اللي المتطرفة، يعني بيحاول في منطقته. بس ده حوار يا أحمد يتقال في أوضة مقفولة، كفاية ما هو اتقال بكل اللغات. يعني تعالى انا عندي تحفظ على ادائك معايا، وانت ليك تحفظ لك. طب قلت لك اتفضل على ادائي على الشاشة مثلا، بهزر معاك كتير، بتهزر معايا حاجة كده، ما ينفعش نطلع على الناس ونقول تعالى اهو. طب ما انا قلت لك 20 مرة افرض مقفولة. قلت لك ده يعني قال قبل كده احاجيكم امام الله يوم القيامة والخطاب الديني، هات لي مسمار واحد اتحط في الخطاب الديني في مصر في اخر سنتين من الأزهر. يعني شايف اللي قايله دي جملة نهائية مقصودة من السيسي؟ انت بتحلل هو انت انا بحلل طبعا مقصود بيها ان فضيلة الامام. يعني انا بتغاظ جدا لما اسمع ان فضيلة الامام مسافر بره ينشر او يؤكد هوية تسامح الاسلام، وانت زي اخر مؤتمر بتاع ميانمار بالظبط. نعم. يعني انا بحس ان انت يعني سايبها، احنا سايبينها خربانة جوه ورايحين بره بنجملها. بس عايز اقول لك الازهر مؤسسة على راس، لا مش قصدي، فيها عشرات ومئات الاشخاص وطيارات، يعني مش من السهولة كده، مش قرار من شيخ الأزهر، لا ده في ناس تحت عتاولة يمسكوا رجلك يقطعوها. أنا بس عشان أتكلم كلام الأزهر مش هرد. حاضر يا فضيلة الإمام هرد عليك. أنت في التربية والتعليم احنا بنلوم دايما التعليم على إيه؟ احنا عايزينه يبدأ. نعم. أنا بقولكش فجأة السنة الجاية خرجونا يا جماعة نيوتن، خرجونا إينشتاين. لا أنا عايزك ابدأ، خف المناهج، غير، حط رجلك اول خطوه. نعم. كذلك الازهر ابدا، بس انت كنت عايزه بس يبدا اول خطوه بس. طيب من الاخر كده وتصريح احمد سالم نقطتين، شيخ الازهر في طريقه للتغيير بعد الجمله بتاعت النهارده؟ لا ما اعتقدش ان الرئيس السيسي هيتصدى لمنصب شيخ الازهر، ان هي هتبقى صفقه مش حلوه. لا ما هو مش هيقيله، هو هيعمل ايه اللي هو يكبر الرجل على الموضوع الأخرى. مش عايزين نحمله اكتر مما يجب، هو راجل بدعابه بسيطه يعني بينكشه يعني. او اصل مين اللي بيداعب؟ ما هو ده الرئيس، واحنا عندنا شويه كده ناس مرتزقه دائما بيبقوا موجودين على اطراف السلطه. لازم نتكلم بصراحه، اول ما يشوفوا عينين رئيس الجمهوريه رايحه يمين يروحوا يمين. رئيس وبتاع، ممكن الاقي مقالات بتهاجم شيخ الازهر بكره. ما احنا بقول لك دوله فرعونيه، وده لا يجوز. مقام فضيله الامام يا اخوانا محترم جدا وعالي في معاقل الدول السنيه كلها، يعني صح ولا غلط؟ برضو هو يعني الراجل ما شتمه، ما غلطش. لا انا ما جبتش سيره الجديد، انت كبست على طلعونا فاصل يا رجاله، محسسني ان هو الراجل شات. لا انا بحلل سياسي، يمكن هم الحوار بينهم كده. يمكن هو الحوار بينهم كده. يعني انت شعرفك يعني بطبيعه العلاقه. ممكن، وانت ممكن واحد تشوفه بيهزر مع واحد الله ده تجاوز معاه، بس هو علاقته بيه قويه. السيسي طلب ايه؟ ان الطلاق يبقى عند المأذون، طالما الزواج عند المأذون. طب ما انت يا ريس برضو عفوا مالكش علاقه بالدين، انت مش مفتي. لا ما عشان تطلب كده على فكره. لا يعني هو يقول لشيخ الازهر ابحثوا وسيله. لا هو اقتراح كمواطن، هو على فكره البرلمان استجاب وهيعمل قانون ونشوف برضو في حاجه. احنا هو الموضوع الطلاق اللي اتكلم فيه ريس هو عرض وليس مرض. يعني هو طبعا. انت النهارده لو انا هقول للناس اتطلقوا عند المأذون 16% اللي بيطلقوا عند المأذون هيبقوا 60%، يعني ما منعتش الطلاق او ما وقفتوش، انا بس عارف اللي هو ايه، بصعبه عليك، لكن اللي عايز يطلق هيطلق. انا عايز اقول لك في راي، وكان قالوا لي الشيخ خالد الجندي قال لك طالما هناك زواج عند المأذون يبقى في طلاق. ودكتور سعد الهلالي عامل كتاب، عامل بحث عن الموضوع ده الشكل. مغطي القصه كلها وبيقترح. انا حبيت اشكسك على الهواء يا ريس، حضرتك وفضيله الامام الاكبر. لا انا بطالب فضيله الامام. يلا بقى مساءكم فل، خلونا نطلع فاصل بعد اذنك يا احمد. اتفضل. وبعد الفاصل هشام قاسم ضيفي، هو صديقي العزيز. الراجل ده يا اخوانا صانع صحف، خلي بالك. الضيف اللي جاي ده مين؟ هو مش غاوي ظهور في الفضائيات والاعلام، قليل قوي، وبس راجل صانع صحف من اهم الصحف اللي صنعها مثلا مصر اليوم، حولها من حاله لحاله، بداها من الزيرو وخلاها على مصاف الصحف الكبرى. له رؤية، له رؤية في طبيعة الإعلام القومي والإعلام الخاص. النهاردة هنستأنس برأيه. حلوة نستأنس دي، حلوة جديدة. وعلشان أحمد ما يقولكش أنت جايب لي كلام من على القهوة، نستأنس برأيه. لا لا حلو. وأنا باخد كورسات إنجليزي دلوقتي، بالمرات الجاية هنبدأ نجاري أحمد ويبدأ نكلمنا على الإعلام القومي. إحنا لا مع مزبيره ولا ضد مزبيره، بس إحنا عندنا حالة كل الحكومات تيجي تديها ظهرها ومش عايزة تقرب منها. هشام قاسم ليه رأي ورؤية في ده،
وايضا الصحافه القوميه الدنيا باظت دلوقتي بعد ارتفاع اسعار الورق، نقفلها الدوله تتخلى عن الاعلام القومي وتلجا للاعلام الخاص؟ كل الكلام ده ضيف الكريم الاستاذ هاشتاج بس قاسم. عشان نبقى عارفينه ماسبيرو هيشرفنا بعد الفاصل. هاشتاج ماسبيرو معانا النهارده عشان برضو كل الاراء، الموضوع كبير مش سهل والكلام فيه كتير، فالهاشتاج يا جماعه ماسبيرو خشوا قولوا ارائكم، وبعد الفاصل معانا ضيفنا الاستاذ هشام قاسم. بعد الفاصل، الناشر هشام قاسم تستعين به كبرى المؤسسات الإعلامية في مصر كمستشار إعلامي للتخطيط لها من الناحية المادية والتسويقية. بدأ عمله من خلال مكتب خدمات إعلامية وترجمة ونشر مكتبي، ثم أسس مجلة كايرو تايمز عام 1997 واستمرت حتى عام 2002. وكانت تجربته الأبرز في مصر والشرق الأوسط مع صدور جريدة المصري اليوم، أول صحيفة مصرية يومية مستقلة، قبل أن يغادرها لتأسيس تجربة جديدة لم تظهر للنور بعد. له العديد من الآراء الصادمة حول المؤسسات القومية، ويرى أن ماسبيرو لم يعد له جدوى من استمراره سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية وحتى الثقافية.